من زمان يا جماعة بنتكلم عن ضرورة استغلال الدور الثقافي والتنويري في مؤسسة الأزهر من أجل أن يكون هناك قوة ناعمة مصرية في مش الإقليم العربي بس، في الإقليم الإسلامي كله. الأزهر معروف بسماحته وسطيته وكونه أهم المنابر في العالم الإسلامي كله، ولكن أن يكون هذا الأمر ممثلا عبر هذه المسابقة في عدد كبير من الناس المشاركين، أعتقد ده شيء إيجابي وجميل جدا. على الزوم معنا الأستاذ، على الهاتف معنا الأستاذ عادل مصلحي المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم، نتعرف منه على كافة هذه التفاصيل. صباح الخير يا أستاذ عادل. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. إذا 26 دولة، 65 متسابق، منهم دول غير ناطقة بالعربية زي إندونيسيا وباكستان. كلمنا في البداية عن المشاركين، التخصصات، كيف يكون الاشتراك في المسابقة وكيف وصلوا إلى بورسعيد. بداية بنقول للسادة المشاهدين وبنقول لشعب مصر والعالم الإسلامي كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ولتأتي هذا العام متواكبة مع مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لتحمل اسم فضيلة المرحوم الشيخ نصر الدين طبار. في الحقيقة حضرتك قلت 26 دولة، هم 41 دولة. 26 دولة كان الأسبوع اللي فات، كان الخبر نزل الأسبوع اللي فات فعلا. لكن هم 41 دولة على أرض محافظة بورسعيد، بيمثلهم 65 متسابق، منهم طبعا 12 متسابق من جمهورية مصر العربية. هم أربع فروع بيتنافسوا فيها المتسابقين. أيوة. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، وأيضا في فرع خاص بالإنشاد الديني والإبتهال، وفرع خاص بالأصوات الحسنة في تلاوة القرآن. امبارح انطلقت الفعاليات بحفل الافتتاح اللي حضره السيد وزير الشباب والرياضه والسيد وزير الاوقاف، وحضروا ايضا الدكتور اسامه الازهري ولفيف من رجال الدين ورجال الدعوه في جمهوريه مصر العربيه. وشارك في حفل الافتتاح مجموعه ست مبتهلين من مختلف الدول. في هذه الدوره بيشارك ال 41 دوله، منهم كندا وامريكا، ودي يمكن دي ثاني سنه امريكا وكندا يشاركوا معانا في هذه الدوره. لكن انا بقول ان هذه المسابقه ولدت من داخل جدران او حجرات ومبنى مسبيرو، لانها ابنه الهيئه الوطنيه للاعلام، خرجت من القناة الرابعة كمسابقة محلية في 2004 واستمرت حتى 2017 محلية باسم الفائزون، وهو برنامج بيذاع على شاشات التلفزيون المصري خلال شهر رمضان، والحمد لله تحولت دولية بفضل الله عز وجل وبفضل محافظ بورسعيد اللواء عادل غطبان عندما قرر أن تتحول هذه المسابقة إلى مسابقة دولية، وكانت الدورة الأولى في 2018 وحملت اسم القارئ محمد رفعت، ثم بعد ذلك عبد الباسط، ثم النقشبندي، ثم مصطفى إسماعيل، ثم محمود الحصري، ثم النهاردة بنتكلم في نصر الدين طبار. في الحقيقة 1850 متسابق تقدموا في هذه المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة من مختلف دول العالم بما فيهم مصر. تم التصفية إلى أن وصلوا إلى 65 متسابق، هم الآن على أرض مصر بيتنافسوا في الأربع فروع. يعني بنتكلم على لجنة تحكيم عالية على أعلى مستوى، الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس اللجنة، مراجعة المصحف هو رئيس اللجنة، وهذه شخصية معروفة في العالم الإسلامي، مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطروطي، ومعنا الأستاذ حسام صقر، ومعنا مجموعة ومحكمين من خارج مصر، من المغرب ومن اليمن ومن لبنان ومن الإمارات. احنا بنقول ان محافظة بورسعيد بالفعل بتنظم هذه المسابقة وتحتضن حافظة القرآن الكريم والمبتهلين. وعايز اؤكد زي ما قلت هذا الكلام امبارح في حفل الافتتاح، ان المسابقة لم تتوقف انها مسابقة ومنافسات وتنتهي ثم بعد ذلك هننفصل عن المتسابقين، لا، احنا بنتبنى الاوائل، وبيتم اعتماد اثنين على الاقل كل سنة في الإذاعة والتلفزيون كمقرئين ومبتهلين. عظيم. وده مهم جدا. ثم بنقدم هذه الأصوات لدار الأوبرا بالتنسيق مع دار الأوبرا، وبيخشهم الاختبارات وبيتم قبولهم، ويعني بنقدم منشدين وبنقدم، وهي دي مصر. صحيح. مصر يعني هو ده هو بشكل عام أيضا ده مش غريب على مسبيرو،
يعني اللي قدم للعالم الإسلامي إذاعة القرآن الكريم اللي ما زال يعني صوتها بيصدح في كل الأنحاء، وخصوصا بعد بقت أحد الإذاعات اللي على الساتلايت اللي موجودة تقدر تشاهدها من أي مكان في العالم، وحتى الآن ما زالت يعني من كافة محافظات مصر هي الإذاعة الأكثر استماعا والأكثر قبولا، تلاقيها في الميكروباص، تلاقيها في المحلات بتفتح بيها دايما، يعني هي موجودة والعالم متعايش معها. أستاذي الفاضل، أنا عايز أسألك على الدور ده، دور مصر التنويري والثقافي اللي مفروض يبقى موجود عند الدول دي. احنا بنشتغل على انا يهمني يعني يهمني الزاويه دي، احنا بنشتغل على ده ازاي، بنعزز ده ازاي في ظل وجود الدول دي. انا لو اخفى عليك، الاستاذه نايلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري كانت متبنيه فكره البرنامج معانا، وهي فعلا اللي عندما كانت تتولى قطاع الاقليميات وقفت في ظهرنا وقوت البرنامج، وانا قلت لها يا ريت هذا المشروع يكون مشروع الهيئه الوطنيه للاعلام كقوه ناعمه زي مهرجان الاذاعه والتلفزيون. وحتى لما عندما تقابلت مع الاستاذ حسين زين وقعدت معاه قلت له يا ريت، لان انا ابن التلفزيون، انا كبير مذيعين في التلفزيون المصري. بعمل البرنامج في الفضائيه المصريه في رمضان، برنامج الفائزون. هذا البرنامج انا بعتقد انه من اهم البرامج اللي يعني انا مش عايز اقول ان في قنوات خاصه فعلا وصلت وجات وقعدت مع المسؤولين في بورسعيد، قنوات خاصه لانها عايزه تشارك في هذا المهرجان، لكن انا بقول الهيئه الوطنيه للاعلام هي الاولى ومن المهم انها تتبنى مثل هذه الفكره تمام. وتكون مشروع مهم جدا بالنسبه للهيئه، وخاصه في ظل البرامج الباهظه التكاليف الخاصه بالمسرح. لا وده صوت، ده صوت من اصوات مصر طبعا، يعني احنا تمام. عندنا اصوات. انت حضرتك قلت لي من شويه ان انت على سبيل المثال كل دوره كان ليها اسم من الاسماء، يعني محمد رفعت قلت لي دي، نصر الدين طبار كان قبل كده قلت لي النقشبندي، يعني في اسماء من اصواتنا العظيمه، اصوات السماء المصريه اللي هي كانت مؤثرة جدا جدا في العالم الإسلامي. تأثير ده موجود؟ والله انا يعني حضرتك احنا لما بنجيب أسرة الشيخ اللي احنا بنكرمه ما تتخيلش فرحة هذه طبعا. الأسرة في الاحتفال، وبيتمنوا ان اكثر من جهة بتجيبوا احفادهم بقى او اسرهم الثانيه في الحاجات طبعا، وبيجوا وبتكرمهم وبيتعمل لهم اقامه بورسعيد وبنسعد بيهم اولا. ثانيا ان احنا بنجيب ولد واحد من المتسابقين او اثنين او ثلاثه بيكون لهم ميول لهذا الشيخ اللي بيتكرم وبيقدم نماذج على المسرح، فالناس بتنفعل. يعني امبارح الدكتور اسامه الازهري وهو بيتكلم بيقول عندما نسمع الشيخ المنشاوي وهو بيقرا في القارئ اللي بيقرا او الشاب اللي افتتح الاحتفال، بنقول فعلا وبنؤكد ان مصر دوله التلاوه. يعني قعدنا لصوت المنشاوي طبعاً. وهو ده دور الاعلام بالفعل، البحث عن مثل هذه المواهب وتبنيها، وخاصه في ظل ان احنا بنشوف البرامج الخاصه بالغناء والطرب وما شابه ذلك بيتصرف عليها فلوس كتير جدا جدا جدا. انت عايز تقول ان احنا اولى في هذا الامر وان احنا نقدر طبعاً. نعمل ده طبعاً فعلا طبعاً. وما اعتقدش ان احنا يعني ما عندناش بقى الامكانيات او القدرات الفنيه. لا بالعكس، التلفزيون المصري والاستاذ حسين زين بصراحه والاستاذه نايله موفره لنا عربيه اذاعه خارجيه على احدث مستوى صحيح. بكاميرات على احدث مستوى، بكرين يعني شغل عالي جدا جدا جدا. فاحنا بنقول ده يعني مساهمه منها في، لان المسابقه بتتكلف ما يقرب من 4 مليون جنيه، فاحنا بنتكلم على ثلث التكلفه بيتحملها التلفزيون صحيح. فنتمنى ان يكون هذا البرنامج او هذه المسابقه، انا خلاص خارج على المعاش السنه دي ان شاء الله، فبتكلم وبقول ان يا ريت الهيئه الوطنيه تتبنى هذا المشروع ويكون باسم المشروع، باسم الهيئه وباسم محافظه بورسعيد. يعني على اي حال كل التمنيات بالتوفيق لك يا استاذ عادل، ويعني من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. بنشكرك جزيل الشكر استاذ عادل مصلحي، الموثق العام لمسابقه بورسعيد للقران الكريم، دور مصر دوله التلاوه في الاقليم العربي وفي العالم الاسلامي، دور مهم جدا ومؤثر جدا، الازهر كقوى ناعمه نستطيع ان نصل بها باصواتنا وبدوله التلاوه اللي عندنا ل من مشارق الأرض إلى مغاربها بالفعل، وده اللي بيتم فعلا دلوقتي في محافظة بورسعيد. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر.